توك ما جيت يا زفت. عنك عنك يا حنان، انا اللي هقدم الشاي. ايه طب دي فيها معلقه سكر واحده، تبقى اديها الامين. ماشي يا اختي. انت كنت فين يا ولد؟ وطي صوتك، عندنا ضيوف مش عايزين فضايح. واحنا عندنا ضيوف؟ اه يا اخي عندنا ضيوف. انت لو كنت رديت كنت عارف العمليه. افتح زفت الستاره دي وتعالى وراي. يا امين بيه ما تشغلش بالك، بكره الصبح ان شاء الله هجيب المحامي بتاعي يكتب لصدفة الفيلا اللي هي هتعيش فيه. لا فيلة ايه؟ انا ما فيهاش حل امسح واكنس ونضف في فيلا طويلة عريضة. انا عايزة كده شقة محندقة على قدنا وتكون قريبة من هنا، يعني في شارع العشرين، في كعبيش. كعبيش؟ اه كعبيش، دي فيها ابراج تحفة. انا اهم حاجة عندي القايمة، وسعادتك وعدت انك هتمضي عليها مش كده ولا ايه؟ اللي هتشوفه طبعا، امضي على قايمة اتنين تلاتة لو نجيلك دلوقتي لو عايز. لا 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 انا شاري يا استاذ امين والله. يا اخويا ربنا يخليك ليا. يا لهوي يا نهار اسود يا نهار اسود، مش تخلي بالك يا صدفة. ما كانش قصدي، بس اصل الاعمال بالنيات. واد يا صاصة هات الكينا كومب من جوه، فاضل في حبل. انا يا قبلتي.